الآخرون سيكونون في جو كئيب وحزين بعد هذا الهدف الذي سجله الدفاع الجديدي. تصويبة مثالية فوق الرغبات، هكذا الارتقاب، هكذا الانتظار، لمسة ساحرة ولا أجمل ولا أروع. هدف أول في المباراة، الهدف الوحيد لزكريا حضراف بطريقة عالمية، على طريقة الكبار، على طريقة راول غونزاليس هداف ريال مدريد، على طريقة كريستيانو رونالدو. يا زكريا حضراف، كورة 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 ولا أجمل، كورة ولا أروع. هذا هو الهدف الذي سجل في آخر فوز للدفاع الجديدي بهذا الملعب في مباراة ودية جمعة الطرفين. لم يسبق للدفاع الجديدي أن فاز على الرجاء في أي مباراة رسمية، فاز الدفاع الجديدي مرة واحدة في مباراة ودية.